ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. كما العادة خرجنا الشارع البيضاوي، كل إعادة فإفادة باش غنسولهم واش الوداد تقدر تفتح الشهية ديالو وتجيب كأس سوبر ليغ الإفريقي في أول نسخة ليه من جنوب إفريقيا. لبغيت تعرفوا أشنو قالوا لنا البيضاويين، أجيو معايا. طبيعة الحال غادي يجيبوا الكوب لأنهم كانوا مزيانين وكانوا في المستوى، رغم أن كاين واحد اللاعب لأنه خيط غادي يكون ما كاينش جبران، مي ان شاء الله غادي يكون الكوب لان الدراري كلهم مزيانين وعندنا عندنا واحد الايمان قوي ان شاء الله باش يكونوا في المستوى وغادي نجيبوه، لان اول مره وخاص الدراري خاصهم وكانوا مزيانين في الحقيقه، راه كانوا مزيانين. نتمنى من الله يكون بالنسبه للمدرب، مدرب راه تبارك الله راه غادي مزيان والتشكيله راه هي هذيك، خاص غير شويه ديال العزيمه وصافي، وهذا هو اللي كاين. خاصهم يجيبوا لنا الكوب. السلام عليكم. خصهم يجيبوه وان شاء الله اللعاب راه كل الامكانيات تقريبا تبارك الله كلهم عندهم امكانيات مزيانه في التيران، خاص غير العزيمه. الكوب جايه للمغرب وغنحتفلوا بها في المغرب. شوف الوداد ما عمرها وقفات على واحد، اكيد غادي يوقع واحد شويه ديال 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 التاثير، ولكن المدرب هنا فين كتبان الحكمه ديالو والفورماسيون ديالو. والوداد كبيره على كل شيء، ماشي هذا نقص من السي جبران حاشا، هذاك عميد ديال الفريق وقدم في المنتخب بزاف ديال الامور وكنشكروه وكنعطيو التحيه، ولكن الوداد هي اسم، هي واحد 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 الفكر ديال الانتصار سواء في داخل الميدان او خارج الميدان، والفارقه حنا معولين عليهم كاملين، وان شاء الله هما اللي غادي ديك الروح القتاليه ديال اللعابه هي اللي غادي تجيب لاكوب. يعني حنا عندنا كل ثقه في اللعابه ديال الوداد ان شاء الله البيضاوي، ان شاء الله وداد ما قالوا وداد الامه الا وداد الامه، يعني غيمثل الشعب المغربي في احسن يعني في احسن تمثيل، وان شاء الله يكون على يقين. حنا عندنا يعني ثقه في اللعابه وفي المدرب ان شاء الله السي عادل الرمزي، يعني باش غادي يفرحوا الشعب المغربي، وان شاء الله باذن الله غيكون الفوز ان شاء الله في بريتوريا ان شاء الله باذن الله. اي هو اللاعب يعني اللاعب ديال جبران راه يعني معروف عليه عند الجميع، وانما يعني ان شاء الله حنا عندنا 12 لاعب اللي ان شاء الله غتمثل الفريق ان شاء الله، وان شاء الله غيجي الفوز باذن الله، يعني باذن الله غيجي الفوز ان شاء الله. المدرب ان شاء الله يعني حنا يعرفوا المغاربه راه معاهم تما، يعني فهمتي رغم البعد المسافات، يعني المغاربه والشعب المغربي والفريق الشعب ديال الوداد الامه ان شاء الله يكون تما ان شاء الله معاهم قلبا وقالبا ان شاء الله. الله ان شاء الله كل شيء ممكن، كل شيء وايد. المقابله باقا ملعوبه، كنا كنتمنى واحد جوج زيرو ولكن جات جوج لواحد، قدر الله ما شاء. ولكن رغم ذلك عندنا من اللاعبين من الامكانيات انهم باش نجيبوا هذا اللقب النسخه الاولى ديالو اللي قدمتها لاكاف. اللاعبين غادي خصهم، هذا نداء من الجماهير الوداديه انه 90 دقيقه الى لعبتوها ودماغكم في الملعب ودماغكم مع الكره ودماغكم مع انكم كتمثلوا الكره المغربيه ماشي الوداد الامه، ان اللاعبين كلهم في المستوى. كاين في بعض الاحيان بعض التحفظات بعض اللاعبين ما بغيتش نقولها بخصوص ونجم، ولكن انا كنقول لك اللاعبين اللي عندنا حاليا وانتدابات اللي جبنا في المستوى، خصنا مدافع وخصنا مهاجم، وغادي نكونوا احسن فريق لا في القاره الافريقيه ولا في الدول العربيه، وغادي نمثلوا الكره المغربيه. وكنقول للعابه ميساج من الجماهير البيضاويه الوداديه المغربيه، كونوا رجال وان شاء الله الكاس غتكون من النصيب ديالنا. Thank you.